اهلا وسهلا فيكم في درس جديد وفيديو جديد في سلسله وين اي سي. ويلي تعودنا في هاي السلسله نتكلم عن الفرق بين كلمتين او اكثر لهم نفس المعنى في اللغه العربيه ولكن استخدامهم في اللغه الانجليزيه مختلف. في درسنا لهذا اليوم رح نحكي عن الفرق بين الكلمات الثلاث التالي: forest, wood و jungle. فخليك معي. إذا نظرنا لتعريف كلمة forest في القاموس فهي على الشكل التالي: A large area covered chiefly with trees and undergrowth، واللي تعني منطقة كبيرة مغطاة بشكل أساسي بالأشجار والشجيرات. لكن السؤال الأهم، ما هو أصل هذه الكلمة؟ يعني من أين أتت كلمة forest؟ سجل الاستخدام الأول لكلمة forest في القرن الثالث عشر، واشتقت من الكلمة الفرنسية forêt، وقيل أن هذه الكلمة تم تقديمها للغة الإنجليزية بمعنى أرض الصيد. هداك الوقت ما كان في تعريف محدد لهي الكلمة، لكن طبيعيا طالما أرض الصيد فلازم هي الأرض يكون فيها أشجار. الكلمة اليونانية فوريستا تم استخدامها في أوروبا في ذلك الوقت لتعني حاكم أو ملك أرض الصيد، وهي عبارة كانت عن لعبة شهيرة أيام النورمانيين وبأوروبا أيضا. هلا ممكن واحد يسأل، هذا درس تاريخ ولا درس الفرق بين كلمتين؟ لا اطمن، لسه هذا درس الفرق بين كلمتين، لكن مشان تفهم الفرق لازم تعرف أصل هي الكلمة وكيف كان استخدامها من قبل وكيف تم تطويرها عبر الزمن. هلا بعد على المقدمة نرجع لسؤالنا، شو هو الفرق بين forest و wood؟ تعريف كلمة wood: woods or woodland is an area of land that is covered with growing trees but is smaller than a forest. wood هي منطقة أو أرض مغطاة بالأشجار النامية ولكنها أصغر مساحة من الغابة. ما في فرق بين الكلمتين لا بالمناخ ولا بكثافة الأشجار، ولكن مو حكينا عن أصل كلمة forest وأنها كانت تعني باللغة الإنجليزية القديمة أرض الصيد، وأرض الصيد لازم يكون مساحتها كبيرة. فالغابة الطبيعية يلي ما بتكون جزء من أرض الصيد وتكون مغطاة بالأشجار فهي هي مقصود بكلمة wood. طيب شو بالنسبة لكلمة jungle؟ يعني نسيتها؟ لا اطمن، لساتها بالمخطط بس بدي شوية صبر منك. What is a jungle? A jungle is an area of dense forest and overgrown tangled vegetation located within the tropics. وتعني منطقة من غابة كثيفة ومغطاة بالنباتات المتشابكة والكثيفة ومحددة وجودة ضمن المناطق الاستوائية. ويلي ما اجي المعنى بمخيلته خلي يشوف على الصورة هاي للوهلة الأولى، بفكر الشخص انه هاي هو الجنجل يلي عم نحكي عنه لكثافة الخضار وتشابكه مع بعضه البعض، ولكن هي الصورة لغابة الأمازون الاستوائية. ولكن فينا نحط الصورة بدماغنا حتى نثبت التعريف ونفهم عند تنذكر على الكلمة أمامنا بشي فيلم أو بمكان تاني شو كان بيقصدوا فيها. طيب بالمختصر شو هو الفرق بين الكلمات الثلاث؟ الفرق هو بشكل عام بين الكلمات الثلاثة يكون بالحجم والمناخ. فwood هي غابة كثيفة مملوءة بالأشجار الكثيفة والنامية، ولكن هي أصغر حجم من الفورست يعني كمان بتكون كثيفة بالأشجار ولكن كبيرة بالمساحة، على عكس كلمة jungle يلي هي أصغر من الكلمتين السابقتين ولكن بتكون كثيفة الخضرة المتشابكة مع بعضها البعض.
أما بالنسبة للمناخ فالجنجل تقع في المنطقة الاستوائية، ولهذا السبب بتكون الخضرة فيها كثيفة ودائمة على مدار العام بسبب كثرة الأمطار والمناخ المعتدل، بينما وود وفورست هن أقل رطوبة ولكن موجودين بكل أنحاء العالم. بالمرة القادمة يلي بتلاقي نفسك بمنطقة مليانة بالأشجار، حاول تتذكر هي المعلومات لتعرف تحدد حالك فيما إذا كنت بوود أو فورست أو جنجل. هذا كان درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.